الرواتب المتقاعدين نزلت قبل العيد؟ ان شاء الله اليوم موعدين بيها تنزل، وحاليا دا ينزل تدريجي، يعني هسه قبل دقائق نزل العسكري رافدين. عسكري رافدين؟ اي نعم. مستعدين للتوزيع؟ ان شاء الله ان شاء الله. زين، التوزيع يتم دائما للمتقاعدين عندكم بكثره؟ اي طبعا. يعني احنا منافذ كثيره بالجامعه وكلتنا نوزع. الاستقطاع مال الشركه ايش قد؟ 3000 على المليون. المليون هذا الرسمي؟ نعم. والرشيد هي مباشره مقطوعه من المصرف. حاليا اي راتب نزل؟ هسه العسكري نزل. العسكري نزل؟ نعم العسكري نزل، وان شاء الله بعد يعني جزء في ساعه او بعد الفطور تنزل مال الرشيد ان شاء الله. اسالك شنو الفرق بين العسكري والمدني؟ ماكو فرق بين العسكري والمدني، بس هم يعني ينزل مثلا اول مره الرافدين وبعدين تنزل القوائم مال الرشيد. يعني قصدي المتقاعدين. ومرات ينزل الرشيد قبل الرافدين. زين، شنو المشاكل؟ هسه ما عندكم مشاكل، قبل كان اكو بصمه. نعم. بس حاليا ماكو. لا ماكو، بس اكو بقى البصمه مال الرعايه مثلا، لا زالت بانه على البصمه. عندهم مشاكل بيها؟ والله رجال، اكو نساء كبار سن وعندهم امراض مزمنه، فصعبه تطلع البصمه مالتهم. صعبه. يفضل يعني لو تتغير على الارقام، يعني حتى يجي مثلا الابن يجي الزوج ممكن يستلم، وهذا بها هم فد فائده لله. جنابك يعني اريد اسالك، الكيكارت النخيل احسن له البطاقه الصفراء؟ لا اكيد هذا الجديد احسن. والله بالنسبه للمتقاعدين يعني هم الناس معتمدين على التقاعد مالهم، فهو اذا يستلموا برخص بايام العيد او ايام رمضان او المناسبات اللي يعني مثل ما نقول عليه المناسبات اللي تحتاج صرف، اذا ما يستلم هو بوقته ايمتى يتسوق؟ هو اعتماده على التقاعد. فالتاخير من قبل الحكومه يعني كثير بها ماساه للمتقاعد. طالب بتوزيع قبل؟ اكيد طبعا لازم يتوزع الراتب قبل يعني قبل المناسبه، مثلا قبل ايام العيد او قبل ايام عيد الاضحى المبارك، قبل رمضان. يعني هسه اكو منحه اللي هي الدوله طاعت على اساس 100,000، يعني اكو ناس لحد الان من ضمن يمكن ذول جماعه المعاقين وما معاقين ما استلموا لحد الان، كل ما تنزل مجموعه ينطوهم.